طبعا المرأة في عمان أخذت حقها، الدولة يعني سهلت أمورها في كثير من الأمور. المرأة في سلطنة اليوم سفيرة ووزيرة ووكيلة وفي كافة الجوانب، فنانة، ممثلة، وعضوة مجلس الدولة وعضوة مجلس الشورى. يعني المرأة قطعت شوط كبير جدا في سلطنة وقدمت الكثير ما لديها يعني في جميع المجالات في جميع القطاعات. لم تعد المرأة العمانية كما كانت في السابق، هنالك مثلا بعض العقد وبعض العقبات التي كانت تعتريها. الآن لا، الآن أمور سهلة والمرأة موجودة في كل مكان وهي مسؤولة عن نفسها في اتخاذ قراراتها يعني.